اللحظة اللي انت شبهت فيها الفنانة نادين نجيم والفنانة سلافة معمار بأنهم سيارات وكل واحدة لها نوع معين، سيارة ذات نوع مختلف، صح؟ صحيح. ما حسيت أنه يمكن يكون خانك التعبير؟ تحياتي لسلافة وتحياتي لنادين، وهن غاليين جدا على قلبي، وحقيقة هن نجمات عربيات يستحقوا المكان اللي وصلوا له. قد يكون خاني التعبير وفق المفهوم العربي للمثل. ماني مصر على التعبير أكيد، وأنا إذا صار في أي غلط فأعتذر عنه مرة أخرى، ولكن أنا وقت اللي شبهت نجمتين بمقومات ومواصفات ممتازة، الفرق ما بين أي حدا، ليش في عالم بتقول أنا بحب فلان وفي عالم بتقول أنا بحب فلان، معناتها هذا الشيء له علاقة برغبة الإنسان، رغبة المشاهد والمشاهد بمواصفات موجودة باثنين، بسين أو صاد، سين أو صاد أو عين أو ضاد. فمن هذا الباب كان التشبيه. طيب أنت اعتذرت على الهوى، بس اتصلت بها واعتذرت لها؟ سلافة اعتذرت لأنها تضايقت من التشبيه. أنا يعني تحياتي لها، أنا حكيت معها قبل الحلقة وحكيت معها بعد الحلقة، وبعتقد كنت بموناكو، وسلافة أخذت الموضوع بإيجابية شديدة حقيقة، وأنا قلت لها حبيبتي يعني شكرا هيك صار، قلت لي أبدا ولا يهمك وعادي، ولكن تفاجأت من ردة فعلها على التلفزيون وأمام الناس، لأنه نحن أوريدي حاكين بالموضوع. قد يكون أنا بفهم الناس اللي حواليها باللقاء أو كذا حارجينا بالسؤال، فكانت ردة فعلها بهي الطريقة، واحد، أو هي ما حبت ترد علي على التليفون فردت مباشرة على التلفزيون. وبرجع بقول لك حقها، بس هل هذا صح أو هل هذا غلط؟ فأنا ما بعرف. طيب.